سلامة. مع سلامة. لباس؟ لباس عجبنتي. عايشة قد منا روح. مونيا. نسكن في مستير. مرحبا بيك. حق الواد احنا ما عرس جاي في مستير مكتوبي. نسكن في مستير. مرحبا بيك مرة أخرى. عبيات. مش نحكيو على الحسد من طرف الأقارب. والله انت والتربيه نتاع الانسان، اذا كان البو والام زرعوا فيه في العبد الحب وحب الخير للاخر، وكيما نحب ليا نحب ليك، ما فماش حسد. اما اذا كان العبد وساعات زاد الولد اذا كان ياخو مراه، المراه هي اللي تبدل، تدخل البراني يدخل في العائله يبدل الانسان هذاك، رغم اللي فما فيه المبادئ وفيه زرعنا فيه شيء يتبدل شيء. انا الشخص اللي يدخل جديد في العائله هو اللي بدل. بيان سور يبدل ما يخليكش. الخايب تقصد يبدل؟ بيان سور بالخايب، الاكثر بالخايب. فما شكون يبدل بالباهي زاده؟ نعم، فما شكون يبدل بالباهي؟ يبدل برشا مش بالباهي بركه، يبدل برشا. انا واحده من الناس موجوعه، يعني عندي قريب ليا قريب 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 ما عادش يكلمني على حتى شيء، على هدره فارغه. هذاك هو بس خايبني حاسدته، هو تبارك الله لبس عليه في خير، وانا عمري ما نحسد خاطر خويا، هو انا معناها نحب له كان الخير خويا. علاش في العائلات التونسيه اغلبيه نقول الاخوات ما يحكيوش مع بعضهم وبيناتهم مشاكل؟ برشا الحكايه ما تلقاش عائله راهي حكايه ماده، حكايه فلوس، حكايه ماده، فلوس هي اللي ولات تحكم فينا، اللي سنحها العبد ولات تحكم فيه هي، ما هي معنى الحكايه الكل فلوس. فلوس المجتمع التونسي قاسي ويعاني وكهو الحمد لله وكهو. لكن فما حاجات ما تشتريش بالفلوس. فما عباد ما كهو ما تخممش كهو، ما تخممش في العواقب، ما تقولش انا قطعت اختي على هدره فارغه، وتقول قطعت خويا على هدره فارغه، خويا يعيش خير مني نحزو. في الواقع اللي صارت لك انت مع اخوك يستخايلك انك انت حزدته؟ بيان سور، هو معناها هو ماديا خير مني، يقول لك اختي حزتني خاطر انا نعيش خير منها، انا نعيش خير منها دونك اختي حزتني، ما معناها اون بلوس هو بيدو كي يبدا عنده الفلوس يتبدل، يقول لك انا ما عادش يهمني، ما يتواضعش، ما يطيحش شويه، ديما هو الصحيح واحنا الغالطين. انت انعدام التواصل مادام عنده زاد دوره في انه يخلق المشاكل. بيان سور هو ما فماش تواصل. مثلا لو كان انت جيت حكيت معاه وهو يعرفك بالباهي، ما نصورش كان يخمم اللي اخته حزت. حكيت معاه مشيت له وحكيت معاه، لكن هو قصها فرد مره، قصها بدو كونتاكت، ما عادش فما كونتاكت جمله، فماش تواصل كونتاكت لحد شيء. كهو ماذا بيك انت ترجع تحكي مع اخوك؟ بيان سور ماذا بيا، هذيك حاجة نقبة في القلب كما يقولوها، والله الحمد لله. حاولت عدة مرات انك تمشي؟ مرة حتى بعد ما قصها؟ ما نحاولش، مرة برك حاولت كهو يزي. علاش يزي؟ حتى عزة النفس زاد عندها قيمتها. كهو تدخل فيها عزة نفس، تدخل فيها حاجة أخرى. تدخل فيها الكرامة، تحب الكرامة وعزة نفس وكل شيء. فاكر انت الماضي نتاعكم كيفاش عشتوا مع بعضكم في نفس الدار وكيفاش؟ احنا عائله معناها سته اولاد وبنيه بركه، انا بنيه بركه معناها انا مدلوله عند امي وعند اخواتي وعند بابا وعند، فهمت معناها عشت طول عمري دلوله، ما نحبش كون يؤذيني، فهمت انا ما نؤذي حد، ما نحبش كون يؤذيني، فهمت. علاش بكيت انت هكاك؟ هبطت اليونات حستها كهو. بالك تكون هذه فرصة انكم ترجعوا تحكيوا. ما عادش في دخلوا فيها العباد اهو، دخلوا فيها. تحب تقول انه حتى المشاكل ما بين العائلة من بعد يعني يدخلوا فيها برشا اطراف؟ بيان سور مو حدا كان تكبر الحكاية، تكبر يدخل فيها العباد، تكبر حكاية بين انا وامي وخويا، دخلوا فيها ناس اخرى، هي كبرت وفات ما عادش فيها سلاح اصلا. يعني يدخل شكون نورمالمون يدخل بالحسنى يعني. بيان سور كهو، هو حتى عدا امي على خاطري، ما عادش يحب يكلم امه على خاطري انا، امه مرا كبيره كهو. خلينا
لازم نحكيو توا بالجانب الايجابي لعل يقع الصلح بيناتكم. فماش ايجابي فماش فيه شوفي كهو كهو انت اللي تحبها توفى سي كهو خاطر انا حاولت وكهو بالك هو يتصل بي مسكر بالبلوكوس بالك يتصل بيك هو ومشي راني تو مي رانيش عليه ما يراكش فين انتم فينا قناه نيو ميديا نيو ميديا وين على اليوتيوب اش ممكن لو يتصل بيك خلينا نحكي فرضي ما يتصلش بيا ناس لو يتصل بي اي قلبك ما بيان سور بيان سور خويا يعجبكش خويا اي ماله لو انت معناها لو تسمع بخوك ما صارت له حاجه لطف عليه معني بيان سور نحس عليه تمشي تجري نحس عليه بيان سور اي ماله لطف عليه لطف عليه انا قلت لك لطف عليه إيه قلت لك لطف عليه فوالا هنا هاكا الواحد نتاعي هبأ خرج ديجا انت هكا هاو يعني حتى رغم المشاكل ورغم انه كل واحد في ليه في حياته ولكن ما نصور هو يحب لك الشر ولا انت تحب له الشر بيان سور ما نحبوش الشر ما نحبلوش الشر اما هو فسخني من كل شيء فسخني من كل شيء شنو هو من كل شيء من شنو انت موجوعه بالضبط هيك هو انا 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 في اونيك وحساسه برشا دلوله تربيت دلوله عند اخواتي وامي دونك خل حاجه تعمل فيا انت اكبر ولا هو اكبر هو اكبر اي انا اصغر منه ما تسالش معناه ما هو اكبر منك ما ناخذوش عليه هكا هو حسي الوقت العباد اللي دخلوا بيناتكم شي تحب تقول قول لهم ربي يهدي كهو ربي يهدي واجهتهم انت العباد هذوما اي كيفاش واجهتهم قلت لهم بالفيسبوك علاش تعملوا هكا وانا مانيش غالطه وانا ما عملت حد شيء وكهو ما عملت حد شيء انا خاطر حكايه فيها تافهه الجمله كهو يعني على حكايه تافهه نجموا نحطموا علاقه بالكامل اه تحطمت العلاقه كومبليتمون قداش عندكم ما تحكيوش عام عام طبعا المناسبات والاعياد ما حاولتش تقربكم هكا وتصلح بيناتكم اللي تكسر عيد كبير لعيد صغير ما رجعناش اذا باش تفرج فيك شنو تحب تقول قول ربي يهديك كهو 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 تسمح لحد شيء لا لا ما عملت شيء انا غلط مانيش غلطه يعني. تو نقول مانيش غلطه فوالا نقولوا لي انا مش غلطه وربي يهديك كهو